حبايبي مثل ما انتم شايفين اليوم نزل متجر الغامض الجديد ليديز اند جنتلمان. كيفهم يا حبايبنا الكرام؟ كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام حبايبنا. ما كنت متوقع ينزل هذا المتجر شباب، هذا المتجر يعني شكله غريب عجيب اليوم يا اساطير. اوكي قبل ما نبلش هذا المقطع يا اساطير، طبعا وصلنا هذا المقطع شباب الثاني لليوم يا اساطير، يعني بنسبه يعني اقل من 24 ساعه هذا المقطع الثاني شباب. اوكي متحمس كيف حبايبنا؟ متجر التخفيضات الجديد شكل غريب، كل شيء جديد شباب، ما اعرف شيء عنه. تمام رح نكتشفه مع بعض شباب حبايبنا مثل ما انتم شايفينه عنا. ثواني انا هون عجله على اليسار، تمام موجود هون جوهر واحد ولا يعني كل شيء بحصل عليه بجوهر واحد يعني هيك قصدهم. هون عنا ثلجات وما ثلجات وبطاقات وما بطاقات حبايبنا. اوكي وفي يعني شخصيات كمان. ثواني يا اساطير، متجر غريب عجيب تمام، بس كيفك رح يفتح لما لازم نضغط هون. اوكي لازم نضغط شوي ريفرش، او لازم نضرب واحدة الفري لنشوف كم رح تعطينا التخفيض حبيبي. اوكي هون اعطينا التخفيض 70، يعني سوينا هالتخفيض مجدد ولا لا يا اساطير؟ والله ما اعرف اذا مجدد ولا شيء. هون اعطينا 70. اوكي هون على 200 و نشتري 10 بطاقات لنشوف شو حيصيروا عندنا حبيبي والله باللوز. بس هون شباب قاموا بلاش باي شيء يا اساطير، انزلوا تحت حط لنا لايك معلم، ولا تنسوا شباب كثير منكم طلب مني شباب انه اعملكم استعراض على الحساب شباب. اول ما تخلص هذا المقطع حبيبي روح شوف المقطع نزلت له نزلت لكم اياه شباب من شوي، استعراض حساب يا اساطير يعني حبيبي والله. اوكي نكمل تمام. الان هون الشباب اوكي كل ضربه اوكي راح التخفيض هون، ممكن احصل على شيء واحد جوهر عجب حبيبي والله 60%. حلو شوفي عندنا هون شباب نشتري، الصراحة شباب نشتري شو رح نشتري هون معلم؟ والله تعرفوا شو 60% معلم؟ ايه خلينا نشتري بطاقة الدايموند تمام؟ باللوز خلينا نشتري بطاقة الدايموند روح حبيبي والله. هون شباب في ضربة ثانية على اليسار، يعني يسار يمين شباب، فهمت علي كيف؟ حبيبي والله 80% يسعد دينك معلم 80% شباب. نجيب السكين هذا، السكين هذا اللي رح نحصل عليه حبيبي والله، ندخل عليه شباب بعد شوي نشوف. خلينا نعمل هيك نجربه شباب، سكين هذا شو معلم؟ سكين بسكرني شاب بالسلاطين حبيبي والله اكيد يعني فهمتوا علي كيف. اوكي يا ساتير اوكي لا شباب هون عنا باقي هون شو. طب والاشياء الموجوده هون كيف رح نعمل؟ لازم نعمل ريفرش، نقدر هون نعمل ريفرش. طولوا بالكم عملنا ريفرش شوف معلم شو اعطانا هون. اوكي اعطانا صناديق ومصانيق واشياء. طب طبعا شباب جاي نعمل ضرب شو يطلع شيء واحد جوره شاب واحده جوره معلم واحده جوره 50% زلمه شويه شو بنعمل 50% معلم؟ والله شباب شي 50% تعرفوا شو نشتري ب 50%؟ اوكي شباب جتني فكره شباب، لازم نحاول يعني الاشياء الصغيره نشتري بتخفيض صغير، فهمتوا علي كيف شباب؟ انتبهوا شباب عشان اوكي هون عندنا 10 رح نعمل ريفرش. اوكي رح اخذ اشياء العاديه بس خليني اخذ هاي الرومي مثلا تمام؟ او شو؟ هناخذ الرومي شاب الشيء تخفيض قليل تمام. هون انا بقى عندنا شاب تخفيض 85 و30 وهذا خلينا نضرب هون نشوف شو راح يطلع لنا 40 اعطانا شيء 40 شباب. اوكي هون عندنا 40% شباب. راح ناخذ شيء الخفيف اللي هو ارخص الشيء الموجود عندنا هون شباب. شو هذا الدراكون فرانك سوني هذا هذا تبع السكين يلزم هذا يلزم شباب ماني عندي تايم طور. اوكي الان شباب نفس الشيء نعمل الفري 30%. حلو شو نحن نشتري شباب؟ رح نشتري شيء قول لي لا يا ربي مستحيل لا هيك ما يمشي الحال معلم. رح نعمل ريفرش تمام نعمل ريفرش شباب ونشتري شيء يعني سريع. شو نظن نشتري شباب هون بشيء خفيف مو كثير غالي؟ شو هذا؟ هذا ما ينفع معلم والشباب والله شباب مضطرين يعني نضيع 70 جوهره شباب. اوكي يلا ان شاء الله واحد 100 واحد جوهره واحد جوهره 85. اوكي الان شباب شو نجيب؟ هلا نجيب بطاقات الحاضنه، نجيب بطاقات الحاضنه شباب بنفعونا دائما بطاقات الحاضنه. والان شباب الان الشيء الاسطوري اللي هو بواحد جوهره فقط شباب، كل شيء بواحد جوهره كل شيء بواحد جوهره. لا ثواني شباب لا طول بالكم رح نعمل ريفرش. هون انا كل شيء بواحد جوهره شباب تاكل كل شيء ولا كيف؟ طول بالكم شباب اول شيء اول شيء هل 15 بطاقه تمام حبيبي والله. اوكي تمام شو راح يطلع معنا؟ لا رجع من اول وجديد شباب رجع من اول وجديد. حلو 15 بطاقه الحاضنه شباب بطاقه الحاضنه الاشياء يعني كثير حلوين.
اوكي فهمت عليك شباب. التكتيك تكتيك انكم شباب يعني تلو الاشياء اللي بتجيكم بتخفيض قليل تشتروا الاشياء الرخيصه. فهمت عليك كيف؟ اوكي انا شباب نفس الشيء هي شو نجيب هون يا معلم؟ نحاول نشهر مره بدنا نجيب السكين شباب. تعال طول بالكم خلينا نعمل نشتري شيء ب والله شباب شو راح نشتري؟ خلينا نعمل ريفريش. عندنا هون اخر 100 يعني عشان التخفيض 60 والله. شو هي؟ هي ام بي 40 عندي اياها مطور، اكس ام 8 عندي كمان مطور، الثلج هي عندي اياها. اوكي خلينا نجيب هالبطاقه شباب. معلش بطاقه شباب، بطاقه الاسم دائما بتنفع. لا شباب رح نجيب السكين هلا، نجيب نحاول نجيب السكين البنت. اوكي تخفيض كم؟ 50 يا زلمه. شو بدي اعمل فيه يا زلمه؟ 50%؟ لا السكين شباب لازم نعمل رفرش، لازم نعمل رفرش شباب، نعمل تكتك بالامر. نرفرش معنا نشوف شو راح يطلع عندنا. اوكي هون شو في عندنا؟ 75. شيت مان بضطرين شباب راح اعمل هيك. اوكي معلش خلينا نشتري هذا، معلش ما في مشكله، نعمل وحده ريفرش يا معلم. طلعنا شي تخفيض حلو يا زلمه. اوكي تخفيض 70% يا معلم، اتس كول اتس كول، بس ما يعجبني صراحه، ما يعجبني معلم. ثواني شو نقدر نجيب هون يا معلم؟ عندنا هون 150 كذا، بطاقات الدايموند كمان بينفعونا كثير حلوات. اعتقد جبنا يعني اهم السكنات الموجوده شباب هون عندنا، الاشياء اللي حصلنا عليهم. شايفين معي؟ ما هون شيء كثير حلو شباب. هون شباب عم يعطونا الجواز اللي حصلنا عليهم، تمام؟ يعني بنعرف شو بقى بالمتجر يلزمنا وشو ما يلزم، تمام؟ والله شباب 400 هذا نشحن الجوار شوي عشان نجيب السكين وخلاص. اوكي يا ساتير حلو هيك شباب نقدر نجيب. طبعا شباب شوف يعني انا عندي كثير بطاقات بغير عندي، فهمت علي؟ انا مهم لي بس بالطاقات الحاضنه، تمام يا ساتير تمام. بدنا نجيب السكين هذا البنت، تمام؟ والله يعني ماني حابب اخاطر شباب الموضوع. والله تعرفوا شو خلينا نجيب بطاقات ال هاي الدايموند. لا ولا هاي نجيب هاي شباب، هاي 15 بطاقه نجيب من دول شباب. جربنا شوف حظنا، شوف حظنا معلم. ميني نايس ميني معلم، هيك بنقدر نجيب السكين البنت معلم وحبيبنا والله لوز اللوز. اوكي شباب الان فرجي هذا السكين شباب، فرجوا لي صراحه شباب هذا المتجر يعني الشيء ناقصه، تمام؟ انا شباب ما بعرف، راح اتاكد من الموضوع، اتاكد اذا فيه الفاير باس ام لا، بس على حسب موجود شباب اعتقد موجود الفاير باس، تمام؟ راح اتاكد من الموضوع. اوكي حبايبي كيف تاكدت من الموضوع الفاير باس مش موجود للاسف شديد. سو ليديز اند جنتلمان خلينا ندخل نجرب هذا السكين الجميل شباب شو وضعه. اوكي طبعا شباب راح يكون اكيد في متجر غامض، تمام؟ بس ولكن يعني راح يكون عن قريب، تمام حبيبي؟ بالعاده شباب بينزلوا متجر غامض شباب قبل يعني قبل نهايه الشهر، تمام؟ يعني قبل بست ايام يعني اول ايام الجاي، تمام؟ اوكي يا صديقي ندخل نشوف هذا السكين معلم، نشوف وضعه باللعب كيف شكله معلم. صراحه شباب السكين يعني شوي هيك كبير، بس ولكن شباب كشكل او شيء فعاليه او شيء هيك شباب، فهمت علي كيف؟ او مثلا بالمستقبل عم فكر بشيء حلو قريبا راح اقول لكم شباب حبيب والله. هات شو بربون هذا معلم معلم. طبعا حبايبنا بعد شوي راح نطلع لايف على الفيسبوك. اوكي يا اساطير نكمل رحله السعود الى جراند ماستر. لهيك حبايبنا ما راح اطول عليكم شباب، راح ندخل بسرعه نفرجيكم السكين الثاني حبايبنا لوز اللوز. بالنسبه لسكين البنت هذا هو شاب راح نخليه، ما راح نجربه، تمام؟ نخليه باقه هيك شباب مثل ما قلت لكم. هذا هو شباب بالنسبه لسكين البنت. وينه معلم؟ وينه؟ فتحته انا، لكن فتحته. هذا هو شباب بالنسبه لسكين البنت صراحه يعني مش يعني حلو يعني هيك كشكل، بس ولكن يعني كشكل يعني مو للعب يعني كمنظر شباب يعني شيء فعاليه ما فعاليه شباب بهذا الشيء مرتب وحلو. اوكي يا ساتير سو ليديز اند جنتلمان هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. بعد شوي رح نطلع لايف على الفيسبوك شباب، رح احط لكم رابط تحت بالوصف يا اساطير، تعالوا شرفونا اهلا وسهلا. بشوفكم على خير، بشوفكم مقاطع جديده يا اساطير. رح نسهر الان بعد شوي على الفيسبوك حبايبنا، اذا الان وقت متاخر عندي الساعه وقت متاخر يعني اهلا وسهلا. شو والله صير فهمت علي، يلا بشوفكم بعد شوي، السلام عليكم.